راح من بكره. معانا على التليفون كابتن خالد مهدي مدير الكره في الانتاج الحربي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيد. تحياتي وتحيات كابتن ابراهيم وكابتن اسامه وكابتن شريف عبد المنعم. تحيات الكابتن اسامه عبد المنعم. الله يخليك كابتن ابراهيم عبد الصبر. يعني مش عارف اقول لك ايه النهارده. بحييكم طبعا على الاداء والمستوى المتميز والمستوى الرائع جدا اللي بيقدمه كابتن مختار مختار واحساسي بيه النهارده حتى بالجهاز كله. يعني كابتن محمد عبد الله وكابتن عبد الله رجب وحضرتك يعني رغبتكم في الفوز واحتلال القمه مع الامكانيات المقبوله شويه مع الاصابات مع الغيابات، لكن في النهايه يمكن الشوط الاول كان يعني مش عايز اقول سهل لكن كان بالامكانيه في الانتاج الحربي ان هو يتفوق 3-4 مع احرازه الهدفين كمان. اولا يا كابتن انا حابب اشكرك طبعا واشكر الاستاذ الدكتور طبعا كابتن اسامه كان برضه موجود في الانتاج الحربي وعارف امكانيات الانتاج الحربي. الله يخليك. على طول برضه بيجي لنا التمريرات وبيزورنا. بشكركم طبعا على الكلام اللي انتم بتتكلموه على الانتاج الحربي، ولكن انا بس حابب اوضح حاجه ان الحمد لله احنا من ساعه ما صعدنا سنه 2014 2015 اتغيرت الرؤيه للاعيبه نادي الانتاج الحربي اللي بقى بتيجي بين احنا الفرقه دلوقتي. الحمد لله كل اللي جاي عارف ان المباراه صعبه جدا. النهارده ايه في خارجه فرحانين جدا ان هم خدوا بونص من الانتاج الحربي. ده تغيير لفكر اللعيب اللي موجود في نادي الانتاج الحربي. مصممين ان احنا نبقى موجودين في المركز الرابع، مصممين باذن الله، لان السنه اللي فاتت احنا مفنشين المركز السابع، والسنه دي باذن الله مش هنقل عن المركز ده. او كابتن اسامه يمكن وضح وقال من الرابع للثامن، بس احنا لا، من الرابع للسابع بنقل عن المركز باذن الله. كان عندنا غيابات كتير جدا النهارده كابتن سيد موجوده، محمد مسعد، وليد حسن، انش، عبد العزيز موسى، لا يعني لعيبه كتير موجوده. ده انت غايب فرقه بقى كده، ده انت غايب فرقه. ويليام محمد رجب. طبعا فرقه كبيره، فرقه طبعا وفرقه عاطفيه. وعندنا ماتش يوم الاثنين كمان، ماتش يعني بنلعب الجمعه، نلعب يوم الاثنين في مباراه الكاس، فلازم برضو انت بتجهز الناس اللي موجوده. انا بتفق مع حضرتك ان الفرق الجاهزه اللي عندها قوام هي اللي هتقدر نفسها طويله، هي اللي تقدر تكمل. الحمد لله احنا جميع الامكانيات مسخره لفرقه الانتاج الحربي السنه دي بما يتناسب مع امكانيات نادي الانتاج الحربي. باذن الله انا بقول لك ان اي فرقه هتيجي تلعب الانتاج الحربي السنه دي على ملعبنا هيبقى ماتش صعب جدا، واحنا بقى هدفنا نفوز بره ونفوز جوه، لان عايزين نبقى متواجدين في المربع الذهبي باذن الله يا كابتن. ان شاء الله الرحمن ملعبكم هو ملعبنا، يعني السلام ملعبكم ملعبنا. فتقول لها اللي هيجي يلعب. طب قول لي انت عندكم يوم الاثنين كاس مع مين؟ عندنا كاس مع اتحاد الشرطه. مع اتحاد الشرطه ماتش قوي برضو مش ضعيف يعني. ماتش قوي، لا ماتش قوي، فرقه مطلعه عن مصر طبعا القاهري وتابعناها، وفرقه لا فرقه فرقه لعيبه كوره، وهنبتدي من بكره نشتغل لها وباذن الله يعني نوصل زي السنه اللي فاتت. احنا وصلنا لدور الثمانيه في الكاس، كان ماتش مع نادي الزمالك، برضو القرعه موصلانا ان احنا لو فزنا الماتش ده نلاعب الزمالك او الغالب منى ومنى التمنود، فربنا يوفقنا باذن الله في اللي جاي ان شاء الرحمن. كابتن خالد يمكن السنه اللي فاتت كمان وانتوا بتواجهوا الزمالك كنتوا كسبانين 1-0 لحد مسافه كبيره جدا من صحيح لحد الدقيقه 90 مظبوط. محمد عنتر ده تقريبا كان تعادل. السنه دي متعادلين مع النادي الاهلي ومع بيراميدز متعادلين، يعني ما تعادلناش مع فرق الا فرق قويه اللي تعادل بجونه يعني صحيح. ففرق قويه اللي متعادله معانا السنه دي. يلا كل التقدير ليكم ان شاء الله الرحمن، وعاملين جو حلو جدا في المنافسه والمستوى. وتحياتنا للكابتن مختار وجهازه الفني كابتن محمد عبد الله وكابتن عبد الله رجب. شكرا جزيلا كابتن خالد مهدي مدير الكره في الانتاج الحربي. كابتن اسامه